انت غير الناس عندي، انت عندي شي كبير. كيف بصبر وانا شايف ناس من حولك كثير؟ انت غير الناس. شيماء، ما رأيك لو ذاكرنا سويا، او بمعنى ادق احضر انا اليك لنذاكر معا؟ اهلا وسهلا بك، ولو اني لم اعتد المذاكرة مع احد، وانا لست اي احد، انا زميلتك وصديقتك، واذا اقتربنا من بعض اكثر سنكون اختين، واننا والحمد لله من المتفوقات، ومذاكرتنا معا ستزيد من هذا التفوق. عندك شك في ذلك؟ لا على الاطلاق، ما دام كل منا يحب الاخر ويخلص له فان النتيجة ستكون عظيمة باذن الله. أخبري أمك ثم أخبريني، وسأكون مستعدة في أي وقت للحضور إليك. أهلاً وسهلاً بك. فتحو فتحو، كيف حالتك؟ أقولي ماما، شفتي لنا ياسري؟ شفتهم الصبح. الصبح؟ إنها تحلم سيارة وللحين ما ردوا. وحشتني مطوعة تبي شيماء، حسيتهم عندها. ضيف وعلي أهل بناتي، ليش؟ خاص ما عرفون يقرون. خلي هيلا روح البس عباتي والحق على بناتي. مشكلني حبك يا روح الروح، مشكلني واتعبني قلبي. يا تعالي. ايه لا تهيب على اختي امينه، ماما امينه، خذ امينه الو يا أسامة. الو، اهلا يا أسامة. هلا شوجي. اهلا حبيبي، شلونك؟ شوجي انا اموت 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 عليك. شوجي شوجي يما، شوجي انا اموت عليك. شوجي كيف ما حبك والله. حبيبي حبيبي انا بعد احبك أسامة. شوجي شوجي شوجي، انا تمام حبيبي، انت شلونك؟ الحمد لله بخير. أسامة كم عمرك؟ فوزي فوزي. شوجي أنا أموت عليك أموت عليك. حبيبي أنا بعد أحبك وايد والله. شوجي ما بدي أقول لك أنا من حبك حب. حبيبي خلاص إنزين، لا تبكي لا تبكي، تكفى. شوجي هلا حبيبي. شوجي هلا. أنا أموت أموت عليك، يعني ما أنت ما تصورين شلون أنا أموت عليك. سداري كل حفظ وكل شيء أموت عليك والله. زين أسامة تكفى والله، راح تبكيني والله العظيم، انا احبك وايد. زين أسامة.
نعم أسامة شو أنت بتلعب حبيبي؟ ما أدري على ذوقك. إنزين على ذوقي؟ وتوعدني أنك ما تبكي مرة ثانية؟ نعم توعدني أن أنت ما تبكي مرة ثانية؟ لا والله ما أبكي حبيبي. أنت خلاص أنت فايز. ألف مبروك يا أسامة. أسامة فزت معاي. الله يبارك فيك، ما قصرت شيء حبيبي. تكفى بس تكفى، لا تبكي مرة ثانية، الله يخليك. لا عادي لو أحبك لو أموت فيك وأخذ من عمري وأعطيك، والله يما ما شيء غريب، شيء غريب، شيء غريب، شيء غريب. لما تظن انك حبيب وانك من الفرحة قريب، لكن يجي سهم ويصيب، سهم ويصيب تحيا بهريب. إنك حبيب من الفرحة، لكن يجي سهم ويصيب، سهم ويصيب قلبك وتحيا أكيد متميزة. من كانت من هي عمرها 9 سنين، لحين قاعد نشوف جدا 5 سنين بعد، أكيد جدا متميزة وخذت قلوب الكل، قاعد نشوفها في كل رمضان في أدوار جدا مختلفة، وهالسنة كان دورها جدا مميز في سر الهوى وحصلت على جائزة أفضل دور أول في مهرجان المتميزون. شو جي؟ مساء الخير. مساء النور والنوير.
ومشكورة وايد على هالكلام. استحيت شو مشكورة. الله يخليك. أول شيء أحب أشكر الشيخ دعي على هالمهرجان هذا، كل سنة يعطينا حافز الحمد لله يا رب. كل العاملين على هالمهرجان اللي صوتوا، بعد كل اللي كانوا موجودين يعطيكم العافية، وأستاذ دحام الشمري ثانك يو لأنه كان يؤمن بطاقات شبابية، والحمد لله يا رب سر الهوى، وباسم عبد الأمير وإيمان سلطان يعني عطونا شيء حلو نقدمه. ما كنا بالأمانة نبي ننافس كثر ما نبي الناس يشوفون شيء جديد حلو بطاقات شبابية. شوف الجبل واقف ولا هز تهريح، شوف القمر عالي ولا يمكن يطيح، شوف القمر عالي شوف الجبل واقف ولا هز تهريح، شوف القمر عالي ولا يمكن يطيح، شوف القمر عالي وانا وانا الجبل في عزتي وفي وقوفي. حبكم وسط الحاشا سادي ولايب المتحمل